إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني. أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، في حلقتنا لهذا اليوم سنبقى مع تفسير الآية 18 بعد 100 إلى الآية 120 من سورة البقرة، فإلى التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أتباعه وحزبه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قوله سبحانه قال الذين لا يعلمون معطوف على قوله عز وجل وقالوا اتخذ الله ولدا، المعطوف على قوله سبحانه وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وفي الآيات السابقة ذكر الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب، وذكر معهم الذين لا يعلمون وهم مختلف فيهم، والصحيح أنهم مشرك العرب لأنهم لم يكونوا على بينة من أمرهم، بخلاف الذين أوتوا الكتاب فإنهم كانوا على بقية من علم الكتاب الذي أوتوه. وبهذا يتبين لنا أن المراد بالذين لا يعلمون هنا هم مشرك العرب، ويدل على ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى من تحديهم للرسول صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، وطلبهم الآيات الخوارق للأعداد، وما تتابع من الرد عليهم في كثير من السور المكية، من ذلك قوله سبحانه وتعالى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. هذه الآية في سورة طه وهي من السور المكية، وفي ذلك الوقت لم تبدأ مواجهة أهل الكتاب، إذ مواجهة أهل الكتاب بدأت بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الفرقان وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، وهي أيضا من السور المكية. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الإسراء حاكيا ما طلبه المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء علينا أو كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. هذا كله
يؤيد أن المقصود بالذين لا يعلمون في هذه الآية هم مشركو العرب. ولا عجب إذا ذكر تحدي مشرك العرب الذي كان قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآيات المدنية، لأن السياق يجمع بين تحديهم وتحدي أهل الكتاب، ولأن المعركة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الإيمان والكفر لم تنطفئ نارها ولم يخبؤ وارها. فلذلك في معرض ذكر تحدي الذين أوتوا الكتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ذكر تحدي المشركين للرد عليهم جميعا. والقول بأن المقصود بالذين لا يعلمون في هذه الآية الكريمة مشرك العرب هو مروي عن جماعة من السلف، منهم قتادة وأبو العالية والربيع وآخرون، وروي عن مجاهد بأن المقصود بهذا القول النصارى، لأنهم ذكروا من قبل في قوله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الله ولدا. وقد سبق أن هذه المقالة لم ينفرد بها النصارى، فالمشركون قالوا إن الملائكة بنات الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله. فإذا هم كلهم مشتركون في هذه المقالة. وهذا المذهب مذهب مجاهد، هو الذي ذهب إليه ابن جرير الطبري. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم وابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المقصود بالذين لا يعلمون اليهود، وأن سبب نزول الآية الكريمة أن رافع بن حريملة اليهودي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت تزعم أنك رسول أرسلك الله إلينا فادع ربك ليكلمنا كما كلمك حتى يخبرنا أنك رسوله. وذهب بعض العلماء بأن المقصود بالذين لا يعلمون الكل، أي اليهود والنصارى ومشرك العرب. وهذا القول هو الذي درج عليه الإمام القطب رحمه الله في هميان الزاد. هؤلاء قالوا لولا يكلمنا الله، لولا هنا ليست هي لولا التي يقال لها بأنها حرف امتناع لوجود، وإنما لولا هنا هي بمعنى هل، هي للتحضيض. وكثيرا ما جاءت في القرآن الكريم كذلك، ولها شواهد من كلام العرب. من هذه الشواهد قول جرير تعدون أقرى النيب أكبر مجدكم بني ضوطرى لولا الكمية المقنعة. والفارق بين لولا الامتناعية ولولا التحضيضية أن الأولى لا يليها إلا الاسم، والثانية لا يليها إلا الفعل. لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، طلبوا آية تدل هذه الآية بأن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن جانب من الآيات التي اقترحوها على الرسول صلى الله عليه وسلم، في مثل قوله لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، وكذلك
في قوله سبحانه وتعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى آخر الآيات التي ذكرناها. وجاء في الكتب أنهم طلبوا آيات غير هذه الآيات، منها أنهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحول لهم الصفا ذهبا، ومنها أنهم طلبوا منه عليه أفضل الصلاة والسلام أن يبعد الجبال عن مكة المكرمة حتى تكون أرضها سهلة متسعة، ومنها أنهم طلبوا أن تتشقق أرض مكة بالعيون والأنهار فتكون أرض زرع كأرض الشام. والله سبحانه وتعالى قادر أن ينزل الآيات التي طلبوها، وهي الآيات الممكنة لا المستحيل، منها كقولهم لولا كقولهم أو نرى ربنا. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هنالك فارق ما بين الآيات التي قرن بها الرسالات السابقة قبل رسالة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، والآية الكبرى التي اقترنت بها رسالته صلى الله عليه وسلم. فالأمم السابقة طلبت الآيات فأراها الله سبحانه وتعالى من الآيات ما أراها، ولكن مع ذلك لم تكن لتؤمن. فناقة الصالح كانت آية، وعصا موسى عليه السلام كانت آية، وإبراء عيسى للأكمه والأبرص وإحياؤه الموتى آيات، ولكن مع ذلك كله أولئك الذين رعنت عليهم الضلالة لم يكونوا ليؤمنوا بهذه الآيات. ومن شأن الآيات الكونية التي تخضع لها العقول ولا يستطيع الفكر الذي ألف القضايا المادية أن يجد لها تفسيرا، من شأن هذه الآيات أن يفسر هؤلاء الذين أبعدوا عن ساحة الهدى بأنها أشياء سحرية، فلذلك سموا هذه الآيات سحرا. ففرعون لعنه الله قال في عصا موسى عليه السلام بأنها سحر، ولذلك طلب السحرة لمقاومة هذا الذي سماه سحرا. وهكذا جل الآيات كانت تسمى عند الأمم التي كفرت بها سحرا وتمويها، وكانت تلك الآيات آيات موقوتة، لأن رسالات أولئك الرسل كانت رسالات موقوتة. فعندما ينتهي أحد الرسول تنطفئ شعلة معجزته، فلا يكاد يصدق بها إلا أولو الإيمان الراسخ، أما الآخرون فيقولون فيها بأنها أساطير الأولين. وكانت تلك الآيات ليست من صميم الرسالة، بل هي أمور جانبية خارجة عن الرسالة. وبما أن رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسالة خالدة لا يأتي عليها ما يعفو على أثرها، ولا يأتي عليها ما ينسخ حجتها ومعجزتها، كانت آيتها آية خالدة. وكانت هذه الآية هي صميم هذه الرسالة، فآيته صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم.
ولذلك عندما كان المشركون يطلبون الآيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحالون على القرآن، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولذلك لم يقل الله سبحانه وتعالى في معرض الرد على هؤلاء قد أعطيناك الآيات أو آتيناهم الآيات أو جئناهم بالآيات، وإنما قال سبحانه وتعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون. فآيات النبي صلى الله عليه وسلم آيات تبيينية تبين الرسالة الحقة التي جاء بها، وتقيم المعجز وتقيم الحجة والشاهد على صدق هذه الرسالة منها بنفسها. قد بينا الآيات، آيات القرآن، المعجزات التي في القرآن الكريم، بحيث لم يستطع أحد أن يتطاول على هذا القرآن فيأتي بمثله أو بشيء من مثله. وقد تجلت معجزات القرآن أو وجوه إعجاز القرآن من نواحي متعددة، من حيث تراكيب ألفاظه، ومن حيث عمق معانيه، ومن حيث سعة محتوياته. فالقرآن الكريم من كل ناحية هو آية معجزة لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثلها. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى بأن الجن والإنس لو اجتمعوا على الإتيان بمثل هذا القرآن وتظاهروا على ذلك لم يمكنهم أن يأتوا بمثله. وفي معرض الرد على الذين أنكروا نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. الجملة الاعتراضية ولن تفعلوا فيها إعجاز خبري. فطوال هذه القرون الماضية التي تنوعت فيها الثقافات وتعددت فيها المدارس الفكرية والبيانية لم يستطع أحد ما، ولم يستطع شعب ما، ولم يستطع مجتمع ما، ولم تستطع أمة بأسرها، ولم يستطع البشر كلهم أن يأتوا بمثل القرآن، ولا أن يأتوا بسورة من مثل القرآن. فبجانب هذا الإعجاز البياني العظيم في القرآن الكريم هناك إعجاز خبري، وهو عجز البشر جميعا عن الإتيان بمثل سورة من القرآن الكريم. والآية سبق تفسير معناها، والإيقان كذلك سبق بيان معناه. وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى أن بيان الآيات لقوم يوقنون لأنهم هم الذين يستفيدون من هذا البيان، أما الذين يخلدون إلى هواهم فإنهم لا يزالون يرتكسون في الضلال ولو ظهر لهم ما ظهر من الآيات، لأنهم يجعلون ما في أدمغتهم هو الأصل، ويجعلون تلك الآيات أشياء عارضة تعرض على هذا الأصل، فإن وافقت الأصل قبلت وإن خالفت الأصل ردت. فالذين لا يوقنون لا حظ لهم من الانتفاع بهذه الآيات. وقوله سبحانه وتعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، بحاجة إلى جواب. فما هو الجواب هنا؟ يحتمل أن يكون الجواب قوله سبحانه وتعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، يعني أن هذا الشيء ليس بمستغرب. فلا تتعجب يا أيها النبي إن طلبوا منك ما طلبوه، فإن الذين من قبلهم
قد قالوا مثل هذا القول، تشابهت قلوبهم تقرير لهذا الجواب، والذين قبل هؤلاء هم اليهود والنصارى، ذلك لأن موسى عليه السلام طلب منه اليهود ما طلبوا، فقد قالوا له لن نؤمن بك حتى نرى الله جهرة. والنصارى أيضا طلبوا من عيسى عليه السلام ما طلبوه من آية نزول المائدة. فالذين قبل الذين لا يعلمون، أي قبل مشرك العرب، أتوا بما أتى به هؤلاء، فهذا أمر لا يستغرب ولا داعي لأن يضيق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ما دام النبيون من قبله ابتلوا بمثل ما ابتلي به. والمقصود بتشابه القلوب تشابه عقول هؤلاء، لأن القرآن الكريم كثيرا ما يطلق لفظ القلوب على العقول، وتشابه عقولهم إنما هو في الكفر، ولا يلزم أن يكون ما طلبه هؤلاء هو عين ما طلبه من قبلهم، فقد يكون عينه وقد يكون غيره. وبناء على قول من قال بأن المقصود بالذين لا يعلمون هم النصارى، فالذين من قبلهم هم اليهود، وبناء على أنهم اليهود أو أنهم اليهود والنصارى جميعا، فالذين من قبلهم هم الأمم السابقة كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وأصحاب الأيكة وغيرهم من الذين كفروا بالنبيين وتعنتوا في طلب الآيات. وهذا من باب قوله سبحانه وتعالى أتواصوا به، يعني أن كل ما يصدر من هذه الأمة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعنت وكفر هو سابق في الأمم السابقة، وقع ممن قبلهم كالذي وقع منه أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فالطغيان هو الذي غطى على هذه العقول وطمس هذه الأبصار وأصم هذه الآذان حتى لا يلج الحق إلى القلوب ولا يتمثل لهذه الأبصار ولا تسمعه هذه الأسماع، إنما هذا الطغيان هو الذي أعمى بصائر هؤلاء وأبصارهم. ويحتمل أن يكون الجواب هو قوله سبحانه وتعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون، وعلى هذا فقوله سبحانه وتعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم واعتراض، بين الكلام السابق وجوابه. وإنما وجيبوا عن الآيات ولم يجابوا عن طلبهم تكليم الله لهم لأنهم أجيبوا عن المعقول ولم يجابوا عن غير المعقول، ترك غير المعقول وأجيبوا عن المعقول. وبناء على أن الجواب قوله سبحانه وتعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، بناء على ذلك فإن جعل الجواب إجماليا فيه شيء من التنبيه على أن هؤلاء لا يستحقون جوابا، فإن هذا هو ديدنهم، ليسوا قوما يطلبون الحقيقة حتى يبصروا أو يجابوا بما يطلبون، فإنهم لم يطلبوا الحقيقة. ثم بعد ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم
وظيفته التي بعث بها، وبين له أن ما فوق هذه الوظيفة أمر غير واجب عليه، فهو غير مكلف بما لا يستطيعه صلى الله عليه وسلم. يقول له سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إنا أرسلناك بالحق، أي أنت أرسلت بالحق، أو أرسلت مؤيدا بالحق، أو أرسلت متلبسا بالحق. وقد اختلف العلماء في الحق هنا اختلافا كثيرا، وهذا الاختلاف لفظي لا غير. منهم من قال إن الحق هو القرآن الكريم، ومنهم من قال هو الإسلام، ومنهم من قال هو الهدى، ومنهم من قال الحكمة. وقد سبق الكلام عن الحق وأنه من حق الشيء بمعنى ثبت، فإذا لفظ الحق يجمع ذلك كله. إن أرسلناك بالحق، فهدى الله سبحانه وتعالى جامع لهذا كله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالدين الحق، بالعقيدة الحقة، بالتشريع الحق، وهذا كله يتجسد في القرآن ويتمثل في الهدى الذي جاء به عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو كله حكمة. فإذا لا داعي إلى اعتبار هذا الاختلاف اختلافا معنويا، إنما هو اختلاف لفظي. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، حال كونك مبشرا ومنذرا، أنت مطالب بأن تبشر وتنذر، ولست مطالبا بأن تؤثر على النفوس حتى تتأثر بهذا التبشير وبهذا الإنذار. ذلك أمر لا تملكه ولا يملكه غيرك إلا الله سبحانه وتعالى. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه أرقى البشر في كل النواحي المعنوية والنواحي الحسية، هو أبلغهم قولا وأفصحهم لسانا وأوفرهم عقلا وأزكاهم طبعا، ولكنه مع ذلك لا يملك أن يغرس الهداية في نفوس الناس. إنما الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يهدي الناس، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالهادي هو الله، وهكذا كل داعية من الدعاء عليه أن ألا يكلف نفسه مسؤولية التأثير على قلوب الناس، وإنما عليه أن يبلغ الدعوة، أما التأثير فلا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم مع ما أوتيه من الآيات لم يكن مكلفا بأن يؤثر على الناس، لم يقل له الله سبحانه وتعالى: ما بالك لم تؤثر عليهم، ما بالك لم تخرجهم مما هم عليه من الكفر إلى الحق الذي جئت به، لأن ذلك أمر لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بين الله سبحانه وتعالى له بعد ذلك أنه غير مسؤول عن غير ذلك، بيانا صريحا في قوله: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني أن ما يأتيه أصحاب الجحيم من الأعمال الفاسدة وما يعتقدونه من العقيدة الضالة أنت غير مسؤول عنه، فلا تزر وازرة وزر أخرى، إنما عليك أن تبلغهم الدعوة والله سبحانه وتعالى يتولى أمرهم. مستمعين الأعزاء، ما تبقى من تفسير هاتين الآيتين الشريفتين من سورة البقرة الآية 118 إلى الآية 120 سنتابعه في حلقتنا القادمة. إلى أن نلتقيكم في ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم.
لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.